ميل يلا يا سند فك الصواميل كفو. شنو تبي بالمسبح يا سند؟ ابي اسبح في النبوت. يلا عبى عبى هوا ما شاء الله. افتح مسدس خلاص اضغط. ايوه يا سلام عليك شوف ما شاء الله. طبعا ننفخ من السياره على طول. المفروض نافخين بالنفود مو هنا. لا هنا عشان تاكد تضمن امورك من الحين. ماخذين الزحلقات هذه سحب بالسياره وهذه على الرجلين بس عاد يمكن ما يعرف لها وبنشوف شيء ثاني. انت بلا ينفجر عليك. لا باقي شوي باقي شوي بس. خلاص يلا طف. ايوه ممتاز. عبيت التانك ما يا سند؟ اي عبيته. كفو. انت اللي عبيته ولا العامل؟ لا انا اللي عبيته. ما شاء الله يلا مشينا. مشينا. طلعت النفود هذه ما هي مقسومه يا سند. ضاق صدره. الحمد لله على السلامه. بنشرنا وعدت سلامات اللهم لك الحمد. تمت السيطره على السياره يا رب لك الحمد. ابشركم الامور تمام. الله يعطيها العافيه راعي هالسياره وقف علينا يقول مساعده. ها يا سند يلا يلا نزل السبير. السبير صلح البنشر. مو انت اللي تبي طلعت النفود؟ شنو يقول شنو هو السبير؟ ما يعرف شيء طبعا اول مره يبنشر. تلقاه تحت 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 السياره. انزل تحت دنك دنك تحت. السبير اللي هو التاير الاحتياط الكفر الاحتياط. شلون تطلعه؟ يلا يلا افتح هذا كذا. ايوه طلع الشنطه الصغيره ذي فكها. السلام عليك. يلا هالحين نشتغل ونصلح البنشر حقنا نركب السبير. عرفت يا بابا؟ تبي ديم تساعدك؟ تساعدينه هديم؟ يلا يلا نزلي التاير. يلا نزلي. خلاص كذا عرفت يا بابا؟ شوف بعدين طلع الحديد اللي هنا وتسحب الكفر. تدرون عاد وش المشكلة؟ ان السبير ما في هواء. ان شاء الله انه مو مبنشر. نبي نعبيها الحين. نعبي هواء ونشيك عليه. نشيل هذا مسدس التنظيف ما نحتاجه ونركب اللي هو بلفة التعبية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء الماطور تقول ايوه اشتغل الحمد لله. الحين نعبيه. ان شاء الله انه ما يكون مبنشر بس. تعال يا سند. يلا عب عب اضغط هذا اضغط هذا معي. اضغط هنا ابوك. ايوه يلا قوه. ايوه راح حلو خلاص عطني عنك. ان شاء الله ان الامور تمام. هذه اثار البنشر مثل ما تشوفون. طبعا الكفرات مركبها لها تقريبا 3 سنوات الان وهي ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اخذت عمر طويل صراحه وتاثرت الدرايه اللي هنا الصدام اللحيه اللي تحت تقريبا الصدام اللي ورا هذا يبي له شغل. اول جهه اللي من هنا اللي هناك يعني سالمه ما فيها شيء اللهم بس الجهه دي الحمد لله ايضا اصطب ما تاثر ما جاء شيء. وهذا الاثر اللي هنا تشوفونه هذه تنمسح تروح. هذه بوليش خفيفة أو راحت حتى بيدي راحت مثل ما تشوفون. الحمد لله الحمد لله على السلامة. أهم شيء سلامتنا. رفعنا السيارة مثل ما تشوفون خذت ارتفاع تمام. هالحين عاد نفك الصواميل. يلا يا سند فك الصواميل فكهن. هالحين عاد بننزل الكفر هذا بعد ما رفعناه كويس. ننزله ونركب السبير. أمسينا وأمسى الملك لله غابت الشمس. يلا يا سند نزل الكفر. نزله هنا أبوك. اسحبه قوة قوة كفو. حار ها. والله هنا قص نقزه يا سند. لحظه 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 كذا يتمخش الجنط يا بابا كذا يخرب من هنا عرفت. تقلبه زي كذا بسم الله. ايوه وهذا الحين نحطه على جنب وخر شوي خلاص ما عاد نحتاجه. هالحين نركب السبير. تقواها انت يا سند بسم الله. يلا يلا بس دفه دفه يا بابا دفه. ايوه سلام عليك ما شاء الله يا سند. والله انك بطل بعد والله ولدي كفو. خلاص الحين ارفعها هنا عنك. اذا جيت تربط المسامير طبعا تربط المسمار اللي هنا واذا خلصت منه تربط المسمار اللي مقابل له ما تربط اللي جنبه. بعض الناس يربط هذا والافضل انك تربط اللي مقابل له. ربط هذا ربط اللي قدامه حتى يعطي توازن في ربط الكفر اول ما تربطه. هالحين بعد ما شدينا الصواميل تمام ومسك التاير 100% نقدر ننزل العفريته مثل ما تشوفون ونكون كذا خالصين نشيل اغراضنا بس عاد السبير نرفعه.
بسم الله. بعد ما ركبنا الكفر هالحين شيكنا عليه صار الهواء فيه 27، الآن نعبيه حتى نوصل الهواء فيه نخليه 35. على كذا انهينا بنشرنا الحمد لله. لكن بالنسبة للكفرات مثل ما قلت لكم يا جماعة لها تقريبا 3 سنوات مركبها إذا ما هو بأكثر، لكن جميلات جدا من خلال الاستخدام كل الفترة الماضية، يمكن ما بنشر معي إلا مرة أو مرتين بالكثير. الآن طبعا وجب التغيير، راح أبدلهن، احتمال كبير أني أركب نفس الكفرات بالضبط، وإذا حصلت بديل يعني شيء جيد مناسب استخدام البر والديرة والخط راح أوافيكم فيه بإذن الله. أما بالنسبة للصدام فركبته مثل ما تشوفون وشديته بالأسيام من هنا بس لين أصل الديرة، والذراية حطيتها داخل السيارة. ما الله قسم لك النفوذ يا سند، طف اللمبة وسكر الباب. ما الله قسم لك النفوذ، لكن أبشر بالعوض وأنا أبوك. طبعا السبير نبي نروح إن شاء الله الأيام الجاية، السبير عندي تعبان ما هو كويس، علشان كذا ما راح نكمل مشوارنا، راح نرجع. لكن لو كان السبير كويس كان يمدينا نكمل المشوار. أما بالنسبة للترتيب والشغل الجديد هالموسم، أمس يرسلوا لي بعض المتابعين يقولون يوم أقبل علينا شتا ركبت جنوط الوكالة، طبعا هذه مؤقت بس اليومين الثلاث أيام هذه على ما أرتب وأشوف إيش المناسب من كفرات وجنوط، احتمال أني أغير الجنط مع أن الجنط هذا ممتاز صراحة وشكله جميل، لكن الكفرات لازم أغيرهن، لازم أبدلهن، لأن هذه اللي خلاص ما عاد فيهن حياة أنهن يكملن. فراح أركب كفرات جديدة وراح أوافيكم فيها لاحقا. أما بالنسبة للتجربة، تجربة الكفرات الفترة الماضية اللي هي الويندوي، تجربة جميلة، ميزته يتحمل الصخور، ميزته جميل بالنفود بالغراز، يعني مقاوم بشكل كبير خصوصا إذا نسمته، بالخط مقبول. طبعا فيه صوت على الجار يعطيك صوت 5% صوت للكفر، هذه من سلبياته أنه فيه صوت 5% تقريبا، قد يكون ثقيل نوعا ما، لكن مو بالثقل عاد اللي تقول انه يعيق عاد الموتر بشكل كبير، لكن ما في مقارنة مع الوكالة، الوكالة يكون اخف في الديرة طبعا، اما في البر الوكالة ما ينفع ابد لانه يبنشر بسرعة، وكذلك في النفود ما يخارجك. على العموم ترتيبنا القادم ان شاء الله خلال الايام القادمة راح نشوف نطبق كفرات، نحصل غيرنا الجنوط، راح اوفيكم في كل جديد باذن الله. بعد البنشر اللي صار معي صار عندي اثر بسيط في الصدام والحمد لله ضبطناه، طبعا كان الشغل عند زينون الراقي بحفرة باطن، متخصصين في صدامات الجيوب والكاسز والكتات اللي هي الزوائد، حتى التعديل اللي بيعدل مثلا بيركب صدام قدام ولا وراء، شغلهم ما شاء الله يعني شغلهم مميز ما شاء الله تبارك الرحمن. موقعهم هذه محلات الزينة معروفة بحفرة باطن طريق الكويت، وهذه شارة الراجحي حقة السوق، هذا القرموشي أبد هو هنا عند أكرم اللي يجونك من طرفي لا وصيك عليهم، تركيب صدامات الجوب الكتات اللي تشوفوه ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الكمية اللي عنده والأنواع، حتى الله يكرمكم الدعاسات حقات الوطيات اللي تحت هناك موجودة عندهم، هذه ما شاء الله الأنوار، عاد الأنوار تجارية أنوار صح أكرم، أصلي فيه وتجاري فيه. على العموم هذا اللي تشوفون، أنت تجي لازم تتأكد بنفسك من الشغل.